بيتحكم فيك. في عهد الاحتراف من سنة 90 المعادلة مناصفة بين النادي واللاعب، بيني وبينك عقود، بيني وبينك عقود هتخلص للنادي اللي انت فيه والفانيلة اللي انت لابسها، عقدك هيزيد مش هتخلص ومش هتنتج، فانت عقدك سنتين هتمشي بعد السنتين. طيب يبقى انت بتأيد قرار النادي الاهلي بالاستغناء عن شريف اكرامي وحسام عاشور؟ حسام يتسجل في النادي الاهلي؟ لا انا ما بقيتش قرار. حضرتك كلامك بيقول كده؟ لا انا سالتك سؤال واضح وصريح وانا صريح معاك، وانت قلت لي لا. انت سالتني يمشي ولا يقعد، يبقى ده بينطبق على ده. الاحتراف بالنسبه للي جاي من بره النادي سنه سنتين مهيب خليك معايا، يعني في حاجات بتطبق على اشياء واشياء اخرى. لا في فرق ان انا هاخدك تلعب معايا سنتين. عبد الله السعيد مثلا لا عبد الله السعيد كان لازم يبقى موجود، كان لازم يبقى موجود في فرق انت هجيبك سنتين، يعني مجلس اداره نادي الاهلي اخطا. خلينا اوضح انا عبد الله السعيد. لا هي مشكله مش اخطا، هي مشكله لان عبد الله كمان ما كانش حد. انت توترت ليه؟ لان انا كنت موجود في المشكله وكنت قريب منها، وكان عبد الله مش عايز يلعب، وصل لمرحله يعني ان هو يعني لو قعد مش عايز يلعب، يعني لو قعد مش هيلعبوه وصل له ولاد الحلال كتير ان بعد الموضوع بعد ما رجع ومضى وخلاص الموضوع اتحل. احنا بنتكلم في بدايه الموضوع. لا بدايه الموضوع كان في مشكله كبيره جدا ان هو كان مشي خلاص، كان مشي. انت ما رديتش على سؤالي، هل حضرتك مع استغناء النادي الاهلي عن عبد الله السعيد؟ لا لا ما كانش ولا ولا حسام عاشور ولا حسام عاشور ولا حسام عاشور ولا شريف اكرامي. شريف اكرامي هو اللي طلب في فرق كبير، تمام، لكن الاثنين دول لا، وبالتحديد حسام عاشور ليه بقى مهم؟ لان